الخلطة في الزكاة خاصة ببهيمة الأنعام، ما في خلطة في الزروع والثمار، ما في خلطة في الذهب والفضة، ما في خلطة في عروض التجارة. الخلطة، موضوع الخلطة خاص ببهيمة الأنعام، هذا أول شيء. الخلطة اللي تكلم عنها الآن المؤلف هي خاصة ببهيمة الأنعام، أما باقي أموال الزكاة الذهب والفضة أو العروض التجارة أو الخارج من الأرض ما فيها خلطة، الخلطة فقط ببهيمة الأنعام. قال والخلطة نوعان، الخلطة نوعان، إما أن تكون خلطة أعيان وإما أن تكون خلطة أوصاف. خلطة أعيان أو خلطة أوصاف. خلطة أعيان، طيب، رجل عنده مثلا خلنا نقول 100 من الإبل، 100 من الإبل عنده ومات، من يرثه؟ أولاده وزوجته وأمه وأبوه، واضح ولا لا؟ ما أمه وأبوه متوفيت، قلنا حق زوجته وعياله، خذت زوجته نصيبها، العيال خذوا كل واحد نصيبه، هذا طلع له 30 من الإبل، هذا طلع 30 من الإبل مثلا، وأختهم كم يطلع لها؟ ها؟ إيه 15 من الإبل. طيب هذا، هذه الإبل الآن مخلوطة مع بعض، واضح ولا لا؟ مخلوطة مع بعض، فيقال لك 30. أيه 30 اللي لك؟ 30 وبس، لك 30 من اختلط يعني الولد الأخوان والأخت، 30 30، 15 كم؟ 75. دخل مع أخت ثانية، دخل مع أخت ثانية، زين، أخوان وأختان، كم يصير؟ 30 30، 15 15، صح ولا لا؟ في كل عدد 90، صحيح؟ نعم. هذه 90 من الإبل أخذوها إيش؟ وراث، ورث من أبيهم. طيب فهذه يسمونها خلطة أعيان. كل بعير أو ناقة ممكن تكون حق هذا أو هذا أو هذا أو هذه، صح ولا لا؟ فيسمونه خلطة أعيان، مشاع، مال مشاع، مال مشاع. أو إنه يأتي أربعة أشخاص كل واحد يقط 1000 دينار، زين، هذا 1000 وهذا 1000 وهذا 1000 وهذا 4000 دينار، قال اشتروا فيها لنا إبل، هاي يسمونه خلطة أعيان. خلطة أعيان لأن مال كل واحد غير مميز من مال الآخر، ما في تميز بين الأموال، كل واحد فينا له ملك فيها الناقة وفيها البعير وفيها الناقة وفيها البعير، فيسمونه خلطة أعيان. خلطة أعيان، واضحة خلطة الأعيان؟ خلطة الأعيان إذن هي شركاء في كل بعير، في كل بقرة، في كل شاة، هم شركاء، هذه يسمونه خلطة أعيان. وإذا قال أن يملك نصابا مشاعا بإرث أو شراء واستمر بلا قسمة، ما فرقوا، لما ظلت هذه الإبل تولد وهذا، وسمونها شركة أعيان أو شرك خلطة أعيان، واضح؟ نعم. خلطة الأوصاف هي اللي فيها تفصيل كما سيأتينا. خلطة الأوصاف لا، أنا لي إبل وعرفها وعليها واسمي، طيب، وخالد له إبل وعليها واسمه، وناصر له إبل وعليها واسمه، واضح ولا لا؟ مميزة، حتى لو قعدنا مع بعض أقول هذا البعير من لقى، هذا بعيرك، وهذا الخروف هذا من لقى، هذا خروفك، وهذا خروفي، وهذه بقرتي، وهذا ثورك، واضح ولا لا؟ مميزة، كل واحد يعرف إبله ويعرف بقرة ويعرف غنمة، واضح ولا لا؟ هذه يسمونها خلطة أوصاف، خلطة أوصاف، لكنها مجموعة مع بعض بمكان واحد، مجموعة في مكان واحد، فيسمونها خلطة أوصاف. إذا عندنا خلطة أعيان، وهي أن في كل بعير كلهم شركاء فيه، خلطة الأوصاف لا، كل واحد يعرف اللي له، لكن مجموعة في مكان واحد، واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم. الآن متى تسمى خلطة أوصاف؟ هل فقط أن حاطينها مكان واحد، ولا هناك شروط أخرى؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى ذكر شروط خلطة الأوصاف. نعم.